اذا كان اللوت مالتك هيك شكله وتريد ترتبه ويصير هيك شكله، جيب لك فشي تاكله وتاكد من انت تشوف الفيديو الاخير حتى تعرف شلون سويت هذا النظام التلقائي لترتيب اللوت. واتمنى لك مشاهده ممتعه، ويلا نبدي بدايه جديده. ومكان رهيب، خلي ابلش افرم على السريع حتى ابني بيس. هذا المكان شقاقي، يلا بسرعه بسرعه ما عندي وقت، يلا بسرعه 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 بسرعه. شباب اليوم راح اسوي بيس اسم التصميم دمار شامل. صار عندنا بيس، خليني على السريع ابلش تفريم موارد. حجر ستون ايزي بهذا الكهف، بس شنو ما عندي تول. نايس، ايش قد حلو من تلقى هذا الكهف ما حد ماخذه وما حد مفرمه. وهسه كل اللي يحتاجه حتى نسوي الفكره مالتنا هو السكراب، فخلينا نجمع كومبوننت سكراب. روح للهاربور احسن شيء. What the fuck؟ سايبر ترى عيب عليك. جبت شوية كومبون شوية؟ هسه نقدر نصنع التير 1. خلينا نخلي التير 1 ونصنع بهاش كم شغلة. شباب هاي الدبيات حصنعهن فقط للحماية، أبد ما راح أكمبر لواحد. خليهن أربعة للاحتياط. بطلع عندي مسوي ستاش 500 سكراب، بس قتلتني هذا النوب. متك واحد مسوي ستاش، البيت ركض ركض. او ماي جاد، خلي سكراب بلقى 500 ذبة بالزاوية ما حد يدري بيه. اوه ماي جاد، وهنا يا شباب بالسكراب اللي حصلته وبالحلظه اللي حالفني قدرت اسوي تير 2. كانت بدايتي كلش رهيبه، فقررت اطور البيس حتى ما اتريد. وهسه اجى الوقت حتى نتعلم الايتمات اللي راح نحتاجهم بصناعه البيس الاوتوماتيكي. بس اذا سالت روحك شلون تشتغل هالايتمات او شلون ممكن تربطها، تعال اشوفك شلون. ويا شباب هاي الايتمات تشتغل بطريقه كلش حلوه وبسيطه. شوفوا يا شباب، هذول هم الايتمات اللي راح نستخدمهم. شباب عندنا الايتم الاول هو المسؤول عن نقل اللوت، اما الايتم الثاني هو المسؤول عن تقسيم اللوت، الايتم الثالث يا شباب هو مسؤول عن تجميع اللوت، اما هذا الايتم يا شباب وظيفته انه يسحب ويحفظ لوت بالصندوق. وهاي طريقه الربط مالتهم طريقه جدا سهله وبسيطه. خلينا نرجع للبيس مالتنا ونبلش شغل. لازم اتعلم الفرن حتى اسوي نظام الافران الاوتوماتيكي. خلي الافران، خلي الطاقه، وبس صاروا شغالين 100%. خلي بهم وارد شوي خليه يحرق على راحته، واكيد هسه راح نسويهم تلقائي يا شباب. انتظروا شوي. اول شيء عندنا هذا الصندوق، هذا الصندوق راح اخلي بيه كل الموارد، ومن هذا الصندوق راح اوزع الموارد كليتها على كل البيس. فاول شيء لازم نسوي نخلي ذني الايتمات، واحد يقسم اللوت وواحد ينقل اللوت. فشباب راح اخلي اكثر من واحد، واحد يكون للموارد، واحد يكون للتولز، واحد يكون للاسلحه وهكذا. فحاليا اريد اسوي نظام الفرن، فشو نسوي؟ ناخذ هذا من هنا نجيبه هيجي. هاي ما يصير هيك مباشره، لازم نمشي ويا الباب. اوكي مشي، هذا البوري لازم يصير يمشي ويا الباب بهاي الطريقة، لازم هيك يجي بهاي الطريقة لين ما يصير مباشرة يخترق الحياطين، ما تقدر تخليه يخترق الحياطين بهاي الطريقة هيك يجي. نايس، وين نخلي يعني هسه اللوت حيجي من الصندوق يصير بهذا الموزع اللي يوزع اللوت اللي فوق، حتى نوزع اللوت على أكثر من ناقل، أكثر من فلتر نسوي نريد. نخلي هذا هنا أول شيء سبلتر الأول. فهنا راح ناخذ الريسورس، تقدر تكتب ريسورس يجيب لك شكو موارد، يعني حديد سيلفر محروق ما محروق راح يجي هنا بهذا. وين يروح؟ وين نودي هذا الموارد؟ نوديها، اريد اوديها بهذا الصندوق الجوال هنا. ها
هاي الطريقة. اي جيبه هنا. الموارد كلها راح تصير بهذا الصندوق هنا انتقلت معناها. فهسه الموارد قامت تنتقل من فوق تجي هنا. فهسه لو نجي ناخذ ذني مثلا نجرب خليهم هنا راح يبدون ينتقلون كليتهم، حتى الستون راح يبدي ينتقل لجوا. بس سؤال، اذا جتي موارد مثلا خلينا نقول حديد او سيلفر ما مصهور، هنا لازم نوديهم للفرن بعدين نرد نرجعهم للصندوق. فاللي راح اسويه راح اخلي هذا الناقل راح اخذ الموارد من الصندوق واقول له انت تعال خلي هنا، راح يجن هنا راح اخذ شنو من الصندوق، راح اخذ من الصندوق الميتال واخذ السيلفر هذا الاور واخذ الهاي كواليتي. هذول اللي وين راح يروحون؟ راح اوديهم للفرن. فاخذ هذا الاوتبوت واخليه للفرن، ومن الفرن الاول للفرن الثاني عادي يصير، ومن يطلع من الفرن يخلص يروح للصندوق هذا. خلاص خليته للصندوق يرجع. يابا والله اني جينيس، والله اني جينيس. وهسه جواب صار المفروض يشتغل، فخلي نسوي له تجربه، خلي اروح افرم ونشوفه. هسه هاي لحظه الحقيقه، نشوف النظام يشتغل ولا لا. هسه خليت الموارد هنا عشوائيه، محروق ما محروقه، كوستون همينه، فكلهم راح ينزلون هنا جوا راح يطبون الفرن يحترقون ويردون يرجعون بهذا الصندوق. كل اللي تشغال تمام التمام. اوه ماي جاد نايس، والله رهيبه. وهنا يا شباب صار عندنا فرن اوتوماتيكي شغال، بس انا هنا حبيت اتعمق اكثر بالنظام. فهنا حبيت اخلي الاسلحه والدروع والملابس تترتب تلقائيا بالصناديق اللي عندي بالبيس. وهاي راح يصير للاسلحه. هذا مال الاسلحه، هذا الفلتر خاص بس الاسلحه. اضيف هذا بعد ثاني حتى نوزع بعد موارد اكثر، مثلا نوزع الدروع ونوزع الملابس. هذا راح يصير مسؤول عن الملابس. بس تكتبون كلوثس، هاي كلوثينج يطلع الملابس. وهذا مال الاسلحة تمام. هسه اربطهم، اربطهم بالصناديق اللي بالبيس. وهذا حصير خاص للاسلحة. وهذا الثاني للملابس. زين هسه تمام، خلي اشغل الكهرباء. هسه تمام، هسه المفروض اذا اشغلهم ها هي تمام المفروض. هسه خلينا نجرب، مثلا اخلي كل شيء هنا عندي موارد واسلحة وطلقات وملابس. ايه بدأ ينتقلون. نايس، والله خلي اشوف. خلي اشوف شنو اللي صار. هاي الموارد هنا أنا تمام. هاي الملابس هنا جتي نايس. وهنا جاء الاسلاح. اريد اضيف كل ذولي بحيث يختفون، مثلا اضيف واحد للتول، اضيف واحد مثلا للطلقات، مثلا للمدك، للاكل. المدك والاكل راح اخليهم سوا بصندوق واحد اللي هو هذا. الله. ايه هسه تمام، هذا حيكون ب ال وات ذا فاك. ايه تمام. ها ايش يصير؟ وهنا يا شباب ضفت صندوق خاص للكومبوننت وصندوق ثاني خاص للاكل والميديكس. وهسه اجى الوقت المناسب حتى ارتب كل هالخرابيط الموجوده بالصناديق مالتي. يلا هسه حيبدي يرتب هو المفروض. حفرق كل الصناديق واخليهم فوق. ايه بدا يرتب نايس، بدا ينتقل. نجيب هذا بعد. ونخليه هنا. نايس. اوكي دقيقة. خلصت الصندوق اني، هذا جوا. هذا الصندوق اللي فوق. ترتبين الكومبوننت هنا، هنا ترتبين الملابس. هنا جني الأسلحة وهنا جني الفود والميديك. أوه ماي جاد واشتغل كل شيء. إيه بدأوا ينتقلون صح. والله لو نجي نشيك هذا الصندوق بكل التولز نايس. وهذا الصندوق الأخير راح يصير بالآيتمات الجانبية. شباب طبعا بالمناسبة هاي اللابتوب والكاميرا يعتبرن موارد، وهنا طبعا حتى صندوق الطلقات هم سويت واحد. وهسه صار كل شيء شغال تمام. واو أوه ماي جاد والله رهيبة. كل شيء شغال تمام. هسه الاختبار الحقيقي، خلينا نطلع الريد ونقتل ناس بي في بي ونشوف النظام هل راح يشتغل 100% او لا. فاني طبعا اكو هنا محدد مكان بيس اريد اروح اريده اول شيء بالحارقه.
كسرت الباب اللي وراها شنو بسرعة قولي. وراهم خشبية نايس. اوه شتها مزعجة هاي الباب. هي دخلت على البيس نجيب اللوت. اوكي يلا خلينا نجرب اللوت هسه ايش راح يصير. خلينا نشوف. بوم او ماي جاد. طبعا كنت مطفي الكهرباء وساعة انتظر هنا أنا. Oh my god. واو اللوت اللي عنده مليان كومبوننت مي جاك هامر نايس والله اللوت رهيب. هسه خلينا نقول اللوت على السريع. احلى شيء من احصل بيسيك مليان لوت وقعد اجرب ماتي للصندوق اللي نظام التلقائي. هسه نخلي اللوت كله هنا على السريع. اسرع انتقام بالعالم. وهنا يا شباب كان النظام شغال بطريقه كلش حلوه ورهيبه. كان ينقل اللوت كلي تعصى صناديق الصحيحه وكلش استمتعت به. فحبيت هنا أنا أكمل وأسوي فايتات وأجيب لوت بعد أكثر. بس قبل الفايتات حبيت أجرب شغلة وجربت أسوي لوكر يكون اللوت بي تلقائي. فجربتها واشتغلت وياي وضبطت وياي. فكل اللي سويته حطيت الآيتم اللي يخلي اللوت باللوكر وهنا أنا حددت الموارد اللي أريدها تروح لللوكر. ونربطهم بهذا لان راح تجي الموارد اكثر من صندوق له. اوه ماي جاد اشتغل رهيب رهيب والله رهيب. شباب تعرفون شنو يعني؟ يعني مثلا هسه مثلا اذا اخذ هاي الكيت على السريع راح تتجدد وحده بدالها بنفس اللحظه. اوه ماي جاد بسرعه. مثلا اذا اخذ طلقات راح ترجع طلقات نفس اللحظه وراها. يعني مثلا اخذ بندجات مستعجل اريد اخذ بندج على السريع راح ترجع بندجات راسا بنفس اللحظه. شباب فشي اسطوري والله فشي اسطوري. ما يموت ما يموت ارمي عليه ما يموت. What the fuck قتل هنا انا. اوه ماي جاد راح انتعس. ما يضيع ما يضيع ولا طلقه ما يضيع ولا طلقه. وين راح اختفى تبخر. حيبوش 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 يب. حرب الريفولفرات ذول اللي عندهم ما عندهم شيء توهم نازلين خطيه.
مساكين جيتاني خرطتهم خرط عرقت عليهم متف. بس توقعت عندك شيء اكثر. يلا 300 سكراب نوت باد ابد نايس. ما عنده سلاح اعتقد. ما اعتقدك واحد هنا. سمعت صوت واحد شباب خلص راح سلي. اوه ماي جاد والله عرفته والله. نياكد نياكد اعرفه اعرف سوالف نياكد. انا ايش تسوي هاي قبت قبت. اخ راسي ام بي 5 جيبه. وتومي عنده قتل واحد هناك الثاني بالهاربر. ماكو بعد سلاح هنا. ليتس جو ليتس جو. خلي اللوت. صديقك وين؟ معقولة واحدة؟ وين كان يباع؟ شكرا. ومن بعد ما جربنا البيس بالفايتات وبالريد وجبنا اللوت وكان يترتب بشكل كلش رهيب وحلو حبيته كلش وممكن استخدمه بالوايبات الجاية. بس لهنا خلص الفيديو مالتنا. اذا عجبكم الفيديو يا شباب اشتركوا بالقناة وشاركوا الفيديو لأصدقائكم. اتمنى استمتعتوا بالمشاهدة. مع السلامة.